Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Fahayakumullah ayuhal ahibba wa rahib bikum fi hadhihi al-mada wa nahnu al-an fi bab al-ibtida' qala al-nazimu mubtada'un zaidun mu'adhirun khabar إن كنت زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدأ والثاني فاعل إحنا في أسار ثاني وكس وكاستفهام من نفي وقد يجوز نحو فائز والرشاد في هذه الأبيات الثلاثة أراد الناظم أن يبين لنا أن المبتدأ والمبتدأ كما هو معروف قسمان، قسم له خبر ويعرف بأنه اسم مرفوع في أول جملته غالبا مجرد عن العوامل الأصلية محكوم عليه بأمر. فإذا قلنا مثلا العلم نافع فالعلم هنا اسم جاء في أول الجملة لم يدخل عليه عامل لفظي أصلي مثل حر ماذا حرف جر أو وغير ذلك أو لم يدخل عليه كذلك الفعل والعلم كذلك محكوم عليه بشيء معين وهو نافع فهنا العلم مبتدأ لأنه اسم يقع في أول الجملة مجرد عن العوامل ويكون محكوما عليه هذا النوع الأول من المبتدأ والنوع الثاني مبتدأ له مرفوع سد ما سد الخبر بمعنى أن المبتدأ ليس له خبر مباشرة وإنما خبره ما يسد ما سد الخبر ما بعده ليس خبرا لكن يسد ما سد الخبر والذي يسد ما سد الخبر هو وصف مستغن بمرفوعه في الإفادة وإتمام الجملة وهذا الوصف قد يكون فاعلا أو نائب فاعل فإذا كنا مثلا ما نافع الكذب ما نافع الكذب فنافع هنا مبتدأ والكذب فاعل يسد مسد الخبر يسد مسد الخبر كذلك إذا كنا ليس محبوب المختاب فمحبوب مبتدأ والمختابون نائب فاعل يسد مسد الخبر وهذا المبتدأ الذي له مرفوع سد ما سد الخبر اشترط فيه ثلاثة شروط اشترط فيه ثلاثة شروط أي أن المبتدأ الذي له مرفوع بعده يسد ما سد الخبر وليس خبر مباشرة لابد أن تتوفر فيه ثلاث شروط آتية الأول أن يعتمد على نفي أو استفهام كما المثال الذي مثلنا على نفي أو استفهام والثاني أن يكون مرفوع الوصف اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا أن يكون مرفوع الوصف اسما ظاهرا أو منفصلا وقد
مر معنا الأمثلة، نحن مثلنا والثالث أن يتم الكلام بهذا المرفوع، فإن لم يتم به الكلام يجوز لم يجوز نحو أقائم والداه محمد، فهنا قائم لا يجوز أن يكون مبتدأ. لماذا؟ لأنه لا يستغنى بمرفوعه، لا نستطيع أن نقول والدوه يسد مسد الخبر. لماذا؟ لأنه يتضمن ضمير يحتاج إلى مفسر يسبقه. بل هنا أقائم والده محمد، قائم هنا يتعين أن يكون مبتدأ مؤخر، وقائم عفوا، فمحمد هنا يتعين أن يكون مبتدأ مؤخر، وقائم هنا خبر مقدم. وإن كان قائم هذا وصف، لكن هذا الكلمة لا يستغني بمرفوعه، فهنا الوصف لا يجوز أن يكون مبتدأ. ثم قال الناظم: والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. هنا في هذا البيت أراد الناظم أن يبين لنا عن حالات الوصف، حالات الوصف الذي يكون الذي يكون مرفوع أو الذي يكون مبتدأ يستغني بمرفوعه، يصفي سد مسد الخبر. للوصف مع مرفوع ثلاثة حالات: الأولى أن يتطابق في الإفراد، الأولى أن يتطابق في الإفراد. نحن سنتطرق إلى أحوال الوصف مع مرفوعه، سواء كان في حال الابتداء أو غير ذلك. المهم معنا الآن سنبحث جميع حالات ماذا؟ الوصف مع مرفوعه. الأولى أن يتطابق في الإفراد نحو أحاضر الضيف، ما مهزوم الحق، ما مهزوم الحق. فهنا يجوز الوجهان، أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعلا أو نائب فاعل سد مسد الخبر. نحن نقول حاضر هنا مبتدأ، والضيف فاعل يسد مسد الأخبار، وما مهزوم الحق مهزوم مبتدأ، والحق نائب فاعل يسد مسد الخبر. أو أن يكون الوصف خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخرا، أو نحن نقول أحاضر الضيف، فيكون حاضر خبر مقدم، الضيف مبتدأ مؤخر، وما مهزوم الحق مهزوم خبر مقدم، والحق مبتدأ مؤخر. والحالة الثانية أن يتطابقا تثنية أو جمعا، مثال ذلك أفائزان المحمدان، أفائزون المحمدون. فهنا يتعين أن يكون الوصف خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخرا، فنقول فائزان خبر مقدم، المحمدان مبتدأ مؤخر. فائزون كذلك خبر مقدم، والمحمدون مبتدأ مؤخر. فهنا لا يجوز أن يكون الوصف مبتدأ، لأنه هنا بمنزلة الفعل.
والحالة الثالثة أن يكون الوصف مفردا وما بعده مثنى أو جمع، نحو أجالس القاضيان، أجالس القضاة. فهنا يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعلا سد مسد الخبر، ولا يعرب خبرا مقدما، ولا يجوز أن يعرب خبرا مقدما لفقد شرط المبتدأ والخبر وهو التطابق في التثنية والجمع. إذا هنا نقول جالس مبتدأ، القاضيان فاعل سد مسد الخبر، والقضاة كذلك فاعل سد مسد الخبر. ثم قال الناظم: ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. نحن عرفنا أن المبتدا مرفوع، والذي يرفعه عامل معنوي، والرافع له عامل معنوي وهو الابتداء. نحن قلنا أن المبتدأ مرفوع، والسبب الذي يجعل المبتدأ مرفوعا هو الابتداء وهو عامل معنوي. فإذا قلنا مثلا الكذب مذموم، فالكذب مرفوع، ما الذي يرفعه؟ الذي يرفعه هو عامل معنوي وهو الابتداء. حتى إذا قلنا مثلا هل من رجل موجود، فإن رجل مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، معنى من ظهورها استغلال المحال بحركة حرف الجر الزائد. ما الذي يجعله مرفوعا؟ هو عامل معنوي وهو الابتداء. ثم قال الناظم: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والآيات شاهدة. هنا في هذا البيت أراد الناظم أن يشير إلينا أن الخبر، إن يشير إلينا الخبر وتعريفه، فعرف الخبر بأنها الجزء الذي يتم الفائدة مع المبتدأ. فإذن الخبر هو ماذا؟ الجزء المتمم الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور، غير الوصف المذكور. إذن الخبر هو الذي يكمل الفائدة مع المبتدأ، فيكون إفادة الخبر هو نفس إفادة الخبر، لأن الخبر يتم ما بدأ به المبتدأ، فيكون يتم الفائدة مع المبتدأ. إذا كان المبتدأ بنفسه والخبر بنفسه، فإن الكلام لن يكون مفيدا. فكون المبتدأ مفيدا لإتمام الخبر الفائدة الذي فيه، لإتمام الفائدة فيه، فيكون هو الجزء المتم الفائدة مع مبتدأ. ثم قال الناظم: ومفردا يأتي، ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكو إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. وقبل أن نأتي إلى هذين البيتين نسينا أن نمثل
Al-khabar fa qawluna masyalan Allahu khaliqu kulli syai' fa Allahu mubtada wa khaliqu kulli syai' hadha khabaruhu fa hadha al-khabar yutimmu al-fa'idah ma'a al-mubtada fa takunu al-jumla bi kamilha yufidu fa'idah المبتدأ وحدها لا يفيد وخبر وحدها لا يفيد فيكون الكلمة لابد أن يكون مبتدأ وخبر في جملة واحدة ثم نأتي الآن إلى هذين البيتين أراد الناظم في هذين البيتين أن يبين لنا عن أقسام الخبر والخبر ثلاثة أقسام إما مفرد وإما جملة أو شبه جملة والمقصود بالمفرد هو ما ليس جملة ولا شبه جملة فإذا قلنا مثلا العدل مطلوب فمطلوب هنا خبر وهو مفرد ليس جملة أو شبه جملة والثاني ما يقع الخبر جملة إما اسمية مثل الإسلام رايته عالية فإسلام مبتدأ ورايته عالية مبتدأ وخبر في محل رفع خبر فهذا جملة اسمية واقعة موقع الخبر أو فعلية مثل العاقل يعرف ما ينفعه فيعرف ما ينفعه هنا الفعل والفاعل ومفعول في محل رفع جملة فعلية في محل رفع خبر أو شبه الجملة أو شبه الجملة وشبه الجملة إما أن تكون ظرفا أو جارا ومجرورا وسيأتي التفصيل في هذا الأمر ثم الآن نتطرق إلى كون الخبر إذا كان جملة فأما الجملة فهي قسمان الأول أن تكون هي نفس المبتدأ في المعنى مثل حديثي العمل ثمرة العلم فالجملة العمل ثمرة العلم واقعة خبر للمبتدأ وهو حديثي فحديثي مبتدأ العمل ثمرة العلم جملة اسمية في محل رفع خبر فهذه الجملة التي تكون خبرا له نفس المعنى هو في نفس المعنى مع المبتدأ هو في معنى المبتدأ نفسه والثاني ألا تكون نفس المبتدأ في المعنى أي الجملة لم يكن في معنى المبتدأ نفسه فقولنا المجتهد يفوز بغايته فجملة يفوز بغايته هنا لم يكن في معنى المبتدأ نفسه هنا لابد أن نضع في أذهاننا دائما أن الجملة إذا وقعت خبرا ولم تكن في نفس في معنى المبتدأ أو لم تكن في نفس المبتدأ فلا بد أن يكون لها من رابط يربطها بالمبتدأ فانظر المجتهد يفوز بغايته يفوز بغايته جملة واقعة خبر ولم تكن نفس المبتدأ وهنا فيه رابط يربط بين هذه الجملة بالمبتدأ وهو الضمير
في آخره، وهو ضمير الهاء في آخره، هذا يربط بين هذه الجملة وبين المبتدأ، لأنه إذا لم يكن هناك رابط لصارت الجملة أجنبية من المبتدأ. فإذا لم يكن رابط وصار أجنبية لا يصح أو لا تصح الجملة أن تقع خبرا، أن تقع خبرا. وهذا الضمير إما أن يعود على المبتدأ، الضمير العائد على المبتدأ وهو أصل الروابط وأقواها، مثل العلم يرفع العامل به، العلم يرفع العامل به، فبه الهاء هنا رابط يعود على المبتدأ. هذا هو الأصل، أن الرابط، أن الأصل في الرابط التي أو الذي يربط بين الجملة وبين المبتدأ أن يكون ضمير، هذا هو الأصل. وقد تأتي غير الضمير، قد تأتي غير الضمير وهو الإشارة، نحو العدل ذلك دعامة الملك. فالعدل هنا مبتدأ، ذلك مبتدأ الثاني، دعامة الملك هنا خبر لذلك، فذلك هذا رابط، فالجملة ذلك دعامة الملك خبر لمبتدأ الأول، لكن الذي يهمنا هو ذلك، فذلك هذا رابط يشير إلى المبتدأ، فهنا يصح أن تقع الجملة خبرا لوجود الرابط. والثالث أن تكون أو أن يكون الرابط تكرار المبتدأ، تكرار المبتدأ بلفظه. فإذا قلنا مثلا الإخلاص، ما الإخلاص؟ الإخلاص ما الإخلاص؟ الحرب ما الحرب؟ السارق من السارق؟ فهنا الإخلاص مبتدأ، وما مبتدأ الثاني، والإخلاص خبر، فالجملة في محل رفع خبر للإخلاص، فهنا يصح أن تقع الجملة خبرا لكون الرابط موجود فيه، وهو تكرار لفظ المبتدأ الإخلاص، فهذا هو العائد. والرابط أن يكون الرابط عموما يدخل تحته المبتدأ، نحو الوفي نعم الرجل، الوفي نعم الرجل. هنا الوفي نعم الرجل، لأن الرجل هنا، الرجل هذا يشمل كذلك الوفي، فإن الوفي يندرج تحت مسمى الرجل. فإذا هنا المبتدأ يدخل تحت العموم، فالرجل عم من الوفي، فهنا فيه الرابط، إذا هنا فيه الرابط، الوفي نعم الرجل، الوفي نعم الرجل، فنعم الرجل هنا جملة واقعة خبر، والرابط فيه هو كون المبتدأ تحت العموم، فهو كما قلنا، فإن لفظ الرجل أعم من لفظ الوفي، فيكون هنا المبتدأ يندرج تحت الرجل، فهذا هو يكون الرابط.
أما بالنسبة لي الجملة التي تقع خبرا وهي تكون نفس المبتدأ في المعنى فلا حاجة من الرابط. فمثال ذلك نتقي الله حسبي، نتقي الله حسبي، فنتقي مبتدأ والله حسبي خبر، فهنا لا يحتاج إلى الرابط لكون الجملة في نفس في معنى المبتدأ نفسه. ثم قال الناظم: والمفرد الجامد فارغ، وإن اشتق فهو ذو ضمير مستكن. هنا أراد الناظم أن يبين لنا عن الخبر إذا كان مفردا، أي ليس جملة أو شبه جملة، والمراد به كما قلنا ما ليس بجملة ولا شبه جملة، وإنما يكون كلمة واحدة. فالمفرد المراد به ما ليس جملة ولا شبه جملة، وليس في أقسام مثنى أو جمع. المفرد المراد به ما يكون كلمة واحدة وليس جملة أو شبه جملة. فكما قلنا الكذب مذموم، فمذموم هنا خبر وهو ليس جملة ولا شبه جملة، أي هو مفرد. أو ما هو بمنزلة الكلمة الواحدة، أي الخبر المفرد قد تكون كلمة واحدة أو ما يكون كلمة واحدة، مثل أنتم 13، فنحن عرفنا أن 13 هذا مركب هو بمنزلة كلمة واحدة، ف13 مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر. والمفرد الخبر المفرد طبعا نوعان، إما أن يكون جامدا أو مشتقا. والجامد هو ما لم يؤخذ من غيره، ما لم يؤخذ من غيره، مثل خالد أخوك، خالد أخوك. فأخ هنا جامد، أخ هنا جامد. أما المشتق ما أخذ من غيره وهو يدل على معنى أو ذوات، نحو أمك أحق الناس، فكلمة أحق يؤخذ من المصدر وهو حق، وهو أفعل التفضيل. هنا أراد المؤلف أن ينبهنا، فإن كان الخبر جامدا فإنه يكون فارغا من الضمير إلا إذا تضمن معنى المشتق، فإنه يتحمل ضميرا. أي بمعنى أن الخبر إذا كان مشتقا فإن فيه ضمير مستتر، فإن فيه ضمير مستتر. أما إذا كان الخبر جامدا فإنه لا يتضمن ضميرا إلا إذا تضمن معنى المشتق، فإنه يتحمل ضميرا. فإذا قلنا مثلا، قلب الظالم حجر، قلب الظالم حجر، فحجر هنا جامد، هنا جامد، فهو في معنى إذا أولناه بمعنى المشتاق فإنه يتضمن ضميرا، وهو بمعنى قاس، أي اسم فاعل، فهنا قاس يتضمن ضميرا، أو تقديره
hajarun huwa. Kalbu zalimi hajarun huwa. Au idza qulna aliyun tamimi. Aliyun tamimi. Fatamim huna hajar. Lakinnahu fi makna al-mustaqil annahu muntasib bila tamim fa fiha dhamirun mustatir ay tamimi huwa aliyun tamimi huwa hadha idha kana jamidan wa idha kana mushtaqqan fa innahu yatahammalu dhamir bi syartain idha kana al-khabaru mushtaqqan fa innahu yatadhamman aw yatahammal adh-dhamir lakin bi syartaini al-awwal an yakuna al-mushtaqqu jariyan majra al-fi'li ay amilan amala al-fi'li wa huwa arba'atun ismul fa'il wa ismul maf'ul wa sifah al-mushabbaha wa af'al at-tahdhir nahwu al-qamaru tali'un ay al-qamaru tali'un huwa al-wafiyyu mahbubun ay mahbubun huwa ila akhirih fa in lam yajri majra al fi'li lam yatahammal dhamiran kasmul alah lam idza lam yajri majra al fi'l fa innahu lam yatahammal al dhamir nahwu mathalan hadha miftahun fa huna miftahun nam khabar nam khabar lakinnahu ismu alah innahu huna lam yatahammal adh-dhamir lam yatahammal adh-dhamir thumma qala an-nadhimu wa abrizanhu mutlaqan haythu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassala لما ذكر أن الخبر المشتق يتحمل ضمير ذكر هنا الناظم حكم إبراز الضمير وإخفائه والخبر بهذا الاعتبار نوعان خبر مشتق جرى على من هو له أي أن الخبر صفة لمبتدئه نحو الكذب مذمومٌ فمذمومٌ خبر عن الكذب وهو في المعنى وصف للكذب إذن المذمومٌ خبر للكذب لكن في المعنى هو صفة للكذب ففي مثل هذا أنه أن الخبر مشتق جرى على من هو له أي أن الخبر صفة لابتدائه في مثل هذا أنه يجب أن يستتر فيه الضمير هنا وجوب استتار هنا واجب الاستتار فإن برز الضمير فهو توكيد للضمير فإذا قلنا مثلا الكاذب مذموم هو فهو هنا مؤكد أو مؤكد لمذموم لأن هنا واجب الاستتار فإذا ذكر فهو مؤكد والثاني خبر جرى على غير من هو له أي أن الخبر ليس صفة لمبتدئه ليس صفة لمبتدأ أو أي أن الخبر صفة لغير المبتدأ الخبر ليس أو الخبر صفة أو الخبر صفة لغير المبتدأ فهنا فيه خلاف بين العلماء منهم من يرى وجوب إبراز سواء فيها أمن اللبس أو لم يؤمن اللبس وبعضهم يرى عدم الوجوب وبعضهم يرى عدم الوجوب
فمثال ذلك البنت الأب مكرمته هي، البنت الأب مكرمته هي. فالبنت هنا مبتدأ الأول، والأب المبتدأ الثاني، ومكرمته هنا خبر للأب، خبر للأب، لكنه وصف للبنت لأنها هي المكرمة للأب. فهنا الخبر على غير من هو له، أي هو صفة لغير المبتدأ. فهنا لا ليس فيها اللبس، ليس فيها اللبس. فهنا يجوز حذف الضمير هي لأن التأنيث قرينة على أن الخبر جرى على غير من هو له. فهنا إذا قلنا البنت الأب مكرمته، البنت الأب مكرمته، فهنا يجوز، فهنا يجوز البنت الأب مكرمته. لكن عند البصريين يجب إبراز الضمير، فنقول البنت الأب مكرمته هي، يعني إبراز الضمير هنا هي. هذا عند البصريين، وعند غيرهم يجوز حذف أو جواز الاستتار. فإذا قلنا مثلا خالد علي مكرمه هو، خالد علي مكرمه هو، فخالد مبتدأ أول وعلي مبتدأ ثاني، ومكرمه خبر لعلي. هنا مكرمه يتحمل أن يكون المكرم وصف لعلي وأنه فاعل الإكرام، فيكون الخبر جرى على من هو له، فيكون الخبر صفة للمبتدأ. ويتحمل أيضا أن مكرم هنا وصف لخالد، فيكون الخبر جرى على غير من هو له، أي أن الخبر صفة لغير المبتدأ، الخبر يقع صفة لغير المبتدأ. فهنا إذا أريد الأول، أي أن يكون الخبر صفة لعلي، فهنا وجب الاستتار، وجب استتار الضمير، لأن هذا الاستتار دليل على هذا المعنى. فإذا كنا خالد علي مكرم، فهنا الذي يكرم هو علي، لأن مكرم هنا صفة لعلي. هذا إذا أردنا ذلك، فهنا لابد أن يستتر الضمير. وإن أريد به أن المكرم هو خالد وليس علي، فإنه لابد أن يبرز الضمير، ونقول خالد علي مكرمه هو، فهو هنا دليل على أن المكرم هو خالد، المكرم هو خالد. إذن في مثل قولنا خالد علي مكرمه، وإذا أردنا أن المكرم هو علي، فإنه لابد أن يكون محذوفا، لابد أن يكون مستترا. وإذا أردنا أن المكرم هو خالد، فهنا لابد أن يبرز ضمير هو. هذا بالنسبة لي الخبر التي وقع صفة لغير المبتدأ، ففي فيه خلافان بين البصريين والكوفيين. فالبصريون يرون وجوب إبراز الضمير، والكوفيون يرون جواز الوجهان، الاستتار و ماذا؟ الحذف، الاستتار والإبراز، سواء عند أمن اللبس أو لم يؤمن.
Afwan, al-kufiyun yarawna jawaz al-wajhan yani al-istitar wa al-ibras inda amni al-labs fa in lam yu'man al-labs fa innahu wajibun al-ibras. Idan an-nuqtah allati ittafaqa fi al-madhhaban anna fi halat lam yu'man al-labs fa innahu wajib al-ibras. فإذا أمن اللبس فالبصريون يرون وجوب الإبراز والكوفيون يرون جواز الاستتار. أما في حالة خيف اللبس فإن المذهبان يرون وجوب الإبراز. ثم قال الناظم: وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. هذا هو القسم الثالث من أقسام الخبر وهو شبه الجملة. وكما قلنا أن شبه الجملة يكون من الظرف بنوعي الزمان والمكان والجار والمجرور. فقولنا الصوم يوم الخميس فيوم هنا خبر يقع يوم وظرف يقع خبرا. والتراويح ليلة الجمعة المسجد أمام البيت. أو الصوم يوم الخميس والتراويح ليلة الجمعة والمسجد أمام البيت والكتاب في الحقيبة. ففي هذه الأمثلة تقع الخبر شبه الجملة تقع الخبر سب أو تقع سب الجملة خبرا. ويشترط في الظرف والجار والمجرور أي يشترط في سب الجملة حتى أن تقع خبرا بأن يكون تامين بأن يكون تامين تامين أي يحصل بالإخبار بهما فائدة بمجرد ذكرهما أي أن الكلام يتم ويحصل الفائدة. فإنه إذا لم يحصل الفائدة فلا يكون شبه الجملة خبرا. فقولنا محمد بك محمد بك فهنا لم يحصل الفائدة. أو نحن نقول علي مكانا كذلك هنا لم يحصل الفائدة. فهنا الجار والمجرور والظرف لم تقع خبرا لم تقع خبرا. وهنا نأتي الآن إلى خلاف بين العلماء في كون الخبر الذي هو ظرف أو صفة الجملة إذا كان خبرا هل نحن نقول بأن هناك مقدر باستقر أو بكائن. المشهور عندنا أن الخبر هو المتعلق المحذوف. أن شبه الجملة إذا وقعت خبر والمشهور أن الخبر هنا المتعلق المحذوف فيقدر باستقر أو كائن. استقر فعل وكائن اسم. فقولنا مثلا الكتاب في الحقيبة أو المسجد أمام البيت. فالمتعلقون الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر تقديره كائن أو استقر. كذلك أمام البيت ظرف متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن أو استقر. هذا هو المشهور. ويرى آخرون أن الخبر هو نفس الظرف والجار والمجرور لأنهما يتضمنان معنى صادقا على المبتدأ فيكونان في محل
raf'in. Fakuluna mathalan alkitabu fil hakibati, fa fil hakibati jarun wa majrurun fi mahalli raf'in khabarun. Kadzalik mathalan almasjidu amama albayti, fa amama huna dharfun fi mahalli raf'in khabarun. Hadha huwa inda al-akhir, wa hadha ra'yun wajihun jiddan li'anna fihi taysir. Amma kaunuhu muta'allikun bimahdhuf fa hadha syai'un yumkinu li ba'di an-nasi sa'bun. Amma idha qulna jarun wa majrurun muta'allikun, amma idha qulna jarun wa majrurun fi mahalli raf'in fahada aisar, fahada mada aisar, aisar min kaunihi muta'alikun bimahduf. Faqalu ta'ala wa rakbu asfala minkum dharf, asfala dharfun mansubun fi mahalli raf'in khabarun. Waqalu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin lillahi huna jarun wa majurun fi mahalli raf'in. وقال الناظم ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفيد فاخبرا. هنا أراد الناظم أن ينبهنا عن اسم الزمان الذي يقع خبرا، فلا بد أن يقع اسم الزمان خبرا عن أسماء المعاني، أي بمعنى أن اسم الزمان إذا وقع خبرا فلا بد أن يقع أو يكون خبرا عن أسماء المعاني، نحو الصوم غدا، الصوم غدا. فغدا هنا ظرف منصوب في محل رفع خبر أو متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن أو استقر. فهذا اسم زمان هو يقع خبرا، ومن شرطه أن يكون خبرا لاسم المعاني أو عن أسماء المعاني. فالصوم هذا من أسماء المعاني، فهنا يصح أن يقع اسم زمان خبرا له، ولا يخبر به عن أسماء الذوات، أي بمعنى أن أسماء الذوات لا يمكن أن يأتي اسم الزمان خبرا عنه، لا يجوز أن يقع اسم الزمان خبرا عن أسماء الذوات. ومثاله محمد اليوم، محمد اليوم، فمحمد اسم الذوات واليوم اسم الزمان، فهنا اليوم لا يجوز أن يقع خبرا عن محمد، وذلك لعدم الفائدة، لعدم الفائدة. لكن إذا أفاد صح، بمعنى أنه إذا كان اسم الزمان يفيد فائدة مع المبتدأ، فإنه يجوز في هذه الحالة أن يكون اسم الزمان خبرا أسماء الذوات، والفائدة تحصل بثلاثة أشياء. الأول بتخصيص الزمان بوصف، نحن قلنا مثلا نحن في يوم ممطر، نحن في يوم ممطر، فيوم هنا يقع خبرا لاسم الذوات، نحن هذا اسم الذوات، ففي يوم ممطر جار ومجرور في محل رفع خبر أو متعلق بمعطوف. فهنا يوم اسم الزمان يقع خبرا أو يقع في محل يقع خبرا وهو موصوف، فهنا يجوز لأنه مخصص، لأنه مخصص. أو إضافة، نحو نحن في شهر الصوم، نحن في شهر الصوم، فهنا الإضافة، فالشهر هنا اسم زمان وهو مضاف، وهنا يجوز أن يقع خبرا. أو
alamiya, nahnu fi ramadhan. Fa ramadhan ismu zaman wa huwa alami. Huna yajuz an yaqa khabaran. Wa yakunu dharf fi hadha majruran bi fi wal jar wal majrur fi mahalli raf'in khabarun ala ma qulna bi annahu ashal wa aisar. هذا هو الأول الفائدة تحصل بثلاثة أشياء الأول بتخصيص الزمان بوصف والثاني أن يكون الكلام على تقدير مضاف هو اسم معنى نحو الليلة الهلال أي الليلة طلوع الهلال طلوع الهلال هنا الليلة الهلال فالهلال هذا اسم الذوات لكنه على تقدير هناك مضاف على تقدير مضاف وهو ماذا المعنى اسم المعنى هو طلوع الهلال طلوع الهلال وهنا الليلة ظرف في محل ماذا ظرف منصوب في محل رفع خبر مقدم خبر مقدم والثالث أن يكون اسم الذوات مشبها لاسم المعنى في حصول وقت بعد وقت الرطب شهري الربيع فهنا الربيع هو اسم الذوات الربيع اسم الذوات لكنه يشبه المعنى لأنه يتكرر يعني الرطب أو الرطب شهري ربيع شهري ربيع فشهري ربيع هذا معناه أن الشعر يتكرر مرتين فكونه يحصل متكررا وقتا بعد وقت فإنه يشبه اسم المعنى يشبه اسم المعنى فهنا يكون ماذا اسم الذات يشبه اسم المعنى فهنا يجوز أن يقع خبرا فهو في محل رفع خبر هنا المؤلف أو الناظم لم يتطرق إلى الظرف المكاني وسبب ذلك لأن الظرف المكاني يجوز الإخبار عن الذات والمعنى أكرر أن الظرف المكاني يجوز أن يكون خبرا عن الذات وعن المعنى مثال ذلك الكتاب أمامك العلم عندك فهنا يصح أن يكون الظرف المكاني خبرا للذات أو المعنى لكن إذا قلنا العلم مكانا العلم مكانا فمكانا هنا الظرف المكاني لكنه لا يصح أن يكون ماذا خبرا لأنه عام لأنه عام وإذا وقع ظرف المكان خبرا وكان متصرفا مثل المدرسون جانب والطالب جانب خالد أمام جاز فيه الرفع والنصب فنقول المدرسون جانب والطالب جانب أو جانب خالد أمامك أو خالد أمامك لأنه متصرف أما غير المتصرف فإنه وجب النصب فنقول الطائر فوق الغصن ولا يجوز أن نقول الطائر فوق الغصن لأن فوق غير متصرف ثم قال الناظم ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفتك عند زيد النامرة
والفتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. هنا الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. لماذا؟ الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لأن المبتدأ محكوم عليه والخبر حكمه. إذا الخبر حكم للمبتدأ، فهنا لا يمكن أن يكون أو أن نحكم على شيء غير معرفة، لا يمكن أن نحكم على نكرة. فهنا المبتدأ لابد أن يكون معرفة، هذا هو الأصل. لكن قد يقع المبتدأ نكرة، لكن بشرط الإفادة. إذا أفاد النكرة إفادة فإنه يجوز أن يكون المبتدأ نكرة. إذا كان المبتدأ نكرة فالشرط فيه أن تكون مفيدا، وتكون الإفادة بأمور كثيرة، منها أن يكون الخبر مختصا ظرفا أو جارا ومجرورا متقدما على المبتدأ. ونحن هنا بالمختص أن يكون المجرور والمضاف إليه في الظرف صالحا لأن يقع مبتدأ، أي أن يكون الخبر ظرفا وجارا ومجرورا صالحان أو يصلح أن يقع مبتدأ. فقولنا في العلم نفع في العلم نفع أو عندي ضيف، فهنا نفع مبتدأ مؤخر، ضيف كذلك مبتدأ مؤخر، وكلا المبتدئين نكرة هنا. والخبر مختص يعني يصلح أن يقع مبتدأ. نحن نقول يجوز يصلح أن يكون في العلم مبتدأ، ويصلح كذلك عندي أن يقع مبتدأ. فهنا يجوز أن يكون المبتدأ نكرة. الثاني أن تكون النكرة عامة إما بنفسها، كل محاسب على عمله، فكل عام، فهنا يجوز أن يقع مبتدأ. أو عامة بغيرها كالاستفهام، مثل من حافظ النظم، من حافظ النظم، فمن هنا عام، فهنا يجوز أن يقع المبتدأ نكرة. أإله مع الله، هنا استفهام، إله مبتدأ، كون المبتدأ هنا نكرة لكونه بعد الاستفهام، عفوا من هنا استفهام، فحافظ نعم فحافظ هنا مبتدأ. ثم الثالث أن تكون النكرة موصوفة، أن تكون النكرة موصوفة، سواء كانت الصفة مذكورة، نوم مبكر أفضل من شهر، فنوم مبتدأ لأنه موصوف، ومبكر صفة للمبتدأ، فهنا يجوز أن يأتي المبتدأ نكرة لكونه موصوفا. والرابع أن تكون النكرة عاملة، نحو قراءة في كتب المتقدمين أنفع، فقراءة هنا مبتدأ وهو نكرة. لماذا هنا يجوز أن يكون مبتدأ نكرة؟ لكونه عامل في ما بعده، قراءة في كتب المتقدمين، قراءة في كتب المتقدمين، فقراءة هنا عاملة، فيجوز أن يكون المبتدأ نكرة في مثل هذا المثال.
ثم قال الناظم والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر. هنا في الأصل أن الخبر لابد أن يأتي بعد المبتدأ، لكن قد يتقدم الخبر وقد يجب أن يتقدم الخبر عن المبتدأ. وهنا في من حيث التقديم والتأخير ثلاثة حالات أو ثلاث حالات. الأولى التأخير عن المبتدأ، وهذا هو الأصل. الأصل أن الخبر لابد أن يأتي بعد المبتدأ. والثاني وجوب التأخير، أي لا يجوز أن يتقدم الخبر، لا يتقدم. والثالثة وجوب التقديم، أي يجب أن يتقدم الخبر عن المبتدأ. أما الحالة الأولى وهو الأصل، الأصل أن الخبر يتأخر عن المبتدأ لأنه وصف له في المعنى، لكن يجوز تقديمه على المبتدأ إذا لم يكون يجب تأخيره ولم يجب تقديمه، أي إذا لم يكن في حالة الوجوب، إما وجوب التقديم أو وجوب التأخير، فإنه يجوز تأخيره وتقديمه، لكن تأخيره هو الأصل. فقولنا محمد رسول الله يجوز أن نقول رسول الله محمد هنا على الجواز، لأننا هنا لم نجد المسوغات مما يجعل وجوب تأخير أو وجوب تقديم. ثم قال الناظم فامنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونقرا عادمي بيان كذا اذا ما الفعل كان الخبر او كسد استعماله منحصرا او كان مسندا لذي الامتداء او لازم صدري كمن لي منجدا. هنا في هذه الابيات الثلاثه اراد الناظم ان يبين لنا الحاله الثانيه، وهو وجوب تاخر الخبر وتقدم المبتدأ، بمعنى في هذه الحالات لابد يجب أن يكون المبتدأ متقدما كما يجب أن يكون الخبر مؤخرا، وذلك في أربع أو في أربعة مواضيع. الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ. فهنا يؤخر الخبر لئلا يلتبس بالمبتدأ إذا قدم. في مثال المعرفة خالد زميلي، فخالد معرفة وزميلي كذلك معرفة لأنه مضاف إليه، خالد معرفة وزميلي معرفة. فهنا لابد أن يكون الأول مبتدأ والثاني أن يكون خبرا، لأننا إذا قلنا زميلي خالد فإنه سيلتبس للسامع المخاطب. إذا قلنا زميلي خالد وزميلي خبر مقدم فهنا لا يصح الكلام، لا يصح الكلام. ومهما لماذا لم يصح الكلام؟ لأن زميل كذلك صالح لأن يكون مبتدأ، لأن يكون مبتدأ. فإذا كنا زميلي خالد زميلي مبتدأ وخالد خبر فهنا سيلتبس الأمر، لأن زميلي خالد هذا معناه أننا عرفنا أن هذا زميلي لكنه لا يعرف اسمه. أما إذا كنا خالد زميلي فالسامع يعرف المبتدأ بأن خالد هو زميل.
أما إذا كنا زميلي خالد وزميل هنا مبتدأ فهذا معناه أننا حكمنا على أن المبتدأ غير معلوم للسامي. إذن إذا لم يؤمن اللبس فهنا لا يجوز التقديم. ومثال النكرة مثلا أكبر منك سنا أكثر منك تجربة. فإن المبتدأ والخبر نكرة وكل منها متخصص بالمجرور. فهنا أكبر منك سنا أكثر منك تجربة، فأكبر هنا مبتدأ وأكثر هنا خبر، فلا يجوز أن يقدم أكثر على أكبر. فلا يجوز أن نقول أكثر منك تجربة أكبر منك سنا، فهنا سيلتبس الأمر، لأننا إذا قدمنا أكثر منك تجربة المعنى سيتغير، لأنه في نفس الحالة يصلح أن يكون مبتدأ. فهنا سيختلط المحكوم الحكم والمحكوم عليه، سيختلط المحكوم والمحكوم عليه ويفسد المعنى، لأننا إذا قدمنا سيتغير المعنى. مثل في خالد زميلي، إذا قدمنا زميلي خالد هكذا، فإن المحكوم والمحكوم عليه سيتغير. الموضع الثاني هو أن يكون الخبر جملة فعلية فاعل وضمير مستتر يعود على المبتدأ، مثل ماذا؟ الدنيا تفنى. فالدنيا تفنى هنا، تفنى هذا جملة واقية خبر، فهنا جملة واقية خبر فيه ضمير مستتر يعود على المبتدأ، هنا يجب أن يتأخر عن المبتدأ ولا يجوز أن يتقدم، لأننا إذا قدمنا فإن الكلام سيكون من باب الفعل أو من باب الفعل والفاعل وليس من باب المبتدأ والخبر. لكن إذا كان فإن رفع الفعل اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا جاز التقديم، نحو خالد قدم والده، فهنا يجوز أن نقدم الجملة قدم والده خالد. فقدم والده هنا جملة واقعة خبر في محل رفع، نعم خبر مقدم. والمحمدان سافران أول محمدان سافرا، هنا سافرا جملة واقعة خبر، فإذا قدمنا سافر المحمدان فهنا سافرا جملة واقعة خبرا مقدما. والموضع الثالث أن يكون الخبر محصورا فيه المبتدأ، مثل إنما الناس أعداء لما يجهلون أو بإلا ما الكتاب إلا جليس. فهنا ما بعد المبتدأ هو الخبر، لا يجوز أن يتقدم، لأنه إذا تقدم سيتغير المعنى. لأن المكسور عليه ما إنما هو المؤخر، إذن أعداء هنا خبر، ومع إلا ما بعدها، ما بعد إلا هو الخبر، إلا جليس وهو مبتدأ خبر، فهنا لا يجوز أن يتقدم، لأنه إذا تقدم سيتغير المعنى ويكون المحصور هو مع إنما هو المؤخر ومع إلا هو ما بعد إلا. فهنا إذا قدمنا الخبر سيتغير المعنى. والموضع الرابع أن يكون المبتدأ مستحقا للتصدير إما بنفسه أو بغيره، فالأول كأسماء الاستفهام نهمو من فاتح بلاد السنات إلى غير ذلك، وأسماء الشرط نحو من يفعل الخير
يجد. فهنا في مثل هذه الحالة لابد أن يكون الخبر مؤخرا، لأن المبتدأ من حقه أنه يتصدر أو يتقدم عن المبتدأ، عفوا عن الخبر. أو إذا كان مثلا المبتدأ مقترن بلام الابتداء، مثل لا يدل كاسية خير من يد عاتلة، فإذا كان في المبتدأ لام الابتداء فإنه لابد أن يتأخر الخبر. ثم قال الناظم: ونحو عندي درهم ولي وطأ ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع إحمدا. هنا في هذه الأبيات أراد الناظم أن يبين لنا الحالة الثالثة، وهي وجوب تقديم الخبر على المبتدأ، أي لابد أن يكون الخبر متقدما أو يأتي قبل المبتدأ. وذلك كذلك في أربع مواضع: الأول أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر، وهو الظرف والجار. فالأول مثلا بعد ذيك فرج، بعد ذيك فرج، هنا في المبتدأ نكرة، ثم ليس له مسوغ كما شرحنا أو كما بينا. وهنا الخبر ظرف أو جار ومجرور، فهنا في مثل هذه الحالة لابد أن يتقدم الخبر بعد ذيك فرج، لكل أجل كتاب، الجار والمجرور ومبتدأ مؤخر لكونه ماذا نكرة ليس له مسوغ. لكن إذا قلنا مثلا المبتدأ النكرة له مسوغ، مثل أن يكون موصوفا رجل عالم عندي، فهنا يجوز تقديم وتأخير، ونقول عندي رجل عالم أو رجل عالم عندي. والثاني أن يكون في المبتدأ ضمير يعود على بعد الخبر، نحو لمجالس العلم روادها. لمجالس العلم هنا مبتدأ، عفوا، لمجالس العلم هنا خبر، وروادها هنا مبتدأ. وهنا في لكون المبتدأ يتضمن ضمير يعود على بعض الخبر، فهنا يجب أن يتقدم الخبر. والثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام في جملته، مثل أسماء الاستفهام: متى السفر؟ فمتى خبر، والسفر المبتدأ، فهنا يجب تقديم الخبر لكونه له الصدر، لكونه له الصدارة، ومتى السفر، هنا يجب أن يتقدم الخبر متى السفر، ولم يجد أن نقول السفر متى، فمتى هنا له الصدارة، فلذلك يجب أن يتقدم على المبتدأ. والرابع أن يكون الخبر محصورا في المبتدأ بإنما أو بإلا، نحو إنما القائد خالد، إنما القائد خالد، وما الهادي إلا الله. فهنا نحن الآن نحصر في المبتدأ، ونحن نقول أن المحصور بإنما هو المؤخر، فخالد هو المبتدأ، والقائد هو الخبر المقدم، الهادي هنا خبر، والله هنا المبتدأ. وهذا إذا كان المحصور، أن يكون الخبر محصور
في المبتدأ بإن ما أو بإلا إذا في مثل هذا الأمر لابد أن يتقدم الخبر على المبتدأ. ثم قال الناظم: وحذف ما يؤلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جوابي كيف زيد قد ألف فزيد استغني عنه اطرف. في هذين البيتين أراد الناظم أن يبين لنا أن حذف المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل ولم يتأثر المعنى بحذفه، ما حكم حذف المبتدأ أو ما حكم حذف الخبر؟ فهنا يجوز حذف المبتدأ أو حذف الخبر إذا لم يؤثر المعنى وإذا دل عليه دليل، ومثال ذلك إذا قلنا أو إذا سئلنا من عندك فنجيب خالد، فهذا فيه محذوف وتقديره خالد عندي، من عندك الجواب خالد أي خالد عندي، فهنا حذف الخبر، فهنا حذف الخبر. أما حذف المبتدأ فيكثر في جواب الاستفهام، مثال ذلك كيف الحال فيقال حسن والتقدير الحال حسن، إذا حسن جوابا لسؤال كيف الحال حسن، فحسن هذا خبر لمبتدأ محذوف أو إذا يقع بعد فاعل جواب فاعل جزاء، نحن نقول مثلا من أخلص في عمله فلنفسه، أي فإخلاصه لنفسه، فلنفسه هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره إخلاصه لنفسه. ثم قال الناظم: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نفس يمين تستقر، وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أثمر، كضرب العبد مسيئا وأتم تبيين الحق منوطا بالحكم. مما سبق أننا تطرقنا إلى جواز حذف الخبر، وفي هذه الأبيات الأربعة أراد الناظم أن يبين لنا عن وجوب حذف الخبر، حالات وجوب حذف الخبر، وهي في أربع مواضع: الأول أن يكون المبتدأ بعد لولا الامتناع، بعد أن يكون المبتدأ بعد لولا الامتناع، ومثال ذلك لولا الهواء ما عاش مخلوق، لولا الهواء ما عاش مخلوق، فلولا هنا الهواء هنا مبتدأ واقع بعد لولا الامتناعية، وخبره محذوف وتقديره لولا الهواء كائن ما عاش مخلوق، هنا يجب حذف الخبر أي كائن أو موجود، لولا الهواء الهواء مبتدأ وخبره محذوف تقديره كائن أو موجود. والثاني أن يكون المبتدأ صريحا في القسم بحيث يغلب استعماله في القسم، ونحو ذلك مثلا لعمر الله لأنصرن المطلوب، أي لعمر الله قسمي، فكلمة لعمر الله هذا يغلب استعماله في القسم، فإذا كان المبتدأ صريحا في القسم
فإنه يجب حذف الخبر لعمر الله لأنصرن المظلوم لأن عمر لعمر الله هذا صريح في القسم كذلك يغلب على استعماله القسم فإنه هنا يحذف خبره وهو قسمي لعمر الله قسمي هذا هو الأصل لكن لأن لعمر الله هذا صريح في القسم ويغلب على استعمال قسم فإنه يحذف الخبر وجوبا هذا بخلاف إذا قلنا عهد الله لأفعلن الخير فعهد الله هنا لم يكن صريحا في القسم ولم يغلب على استعماله للقسم فهنا فيه جواز إما أن نذكر الخبر أو نحذف الخبر فيقول عهد الله قسمي لأفعلن الخبر أو عهد الله علي لأفعلن الخير أو عهد الله لأفعلن الخير فهنا فيه جواز الوجهين والثالث أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية فقولنا مثلا كل إنسان وعمله كل إنسان وعمله نعم كل إنسان وعمله فهنا يجوز يجب أن يحذف كل إنسان وعمله لأنه هنا الواو المعية هنا نص في المعية والخبر محذوف للعلم به لأنه معلوم ولأن العطف يسد مسد الخبر والتقدير مقترنان كل إنسان وعمله أي بمعنى أن هذا نص في المعية ويلازم الخبر كل إنسان وعمله كلمة وعمله هذا دائما يلازم المعطوف فلذلك هنا يجب حذف الخبر أما إذا لم يكن للمعية فلا يحذف الخبر مثال خالد وعلي متباعدان فهنا لا يجوز أن يحذف الخبر لأنه ليس للمعية كذلك إذا كان للمعية ولم يكن نصا أي لم يلازم فإنه كذلك لا يحذف نحو الرجل وجاره مقترنان أو الرجل وجاره مقترنان فكلمة وجاره هذا لا يلازم الرجل فهنا لا يحذف بخلاف قولنا كل إنسان وعمله فكلمة عمله هذا ماذا يلازم قبله يلازم لفظ قبله فلذلك هنا يجب ماذا حذف الخبر أو الرابع أن يكون المبتدأ مصدرا أو اسم تفضيل مضافا إلى مصدره وبعده حال سدت مسد الخبر وهي لا تصلح أن تكون خبرا مثال ذلك احترامي الطالب محذبا احترامي الطالب محذبا فاحترامي مبتدأ والطالب مفعول به للمصدر ومحذبا حال من الطالب وهذه الحال لا تصلح أن تكون خبرا إذ لا يقال احترامي مهذب وإنما الخبر ظرف محذوف مع جملة فعلية بعده أضيف له والتقدير احترام الطالب إذا كان محذبا هنا كلمة احترام الطالب احترام الطالب محذبا فالخبر محذوف والتقدير إذا كان محذبا إذا كان محذبا لأن محذبا
hal la yasluh an takuna khabaran. وهذا الحال يسد مسد الخبر لكن إذا قلنا مثلا إكرامي الضيف عظيم إكرامي الضيف عظيما فعظيما هنا يجوز حال يصلح أن يكون خبرا لمبتدأ مذكور فهنا يجب الرفع فنقول إكرامي الضيف عظيم إكرامي الضيف عظيم فهنا لم يهدف الخبر لأن الحال يصلح أن يقع خبرا لمبتدأ مذكور ثم قال الناظم وأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد كهم صراط شعراء هنا في هذا البيت أراد الناظم أن يبين لنا عن تعدد الخبر هل يجوز أن يتعدد الخبر والجواب يجوز يجوز تعدد الخبر لأنه وصف للمبتدأ في المعنى يعني سبب جواز تعدد الخبر لأن الخبر في المعنى هو وصف أو صفة للمبتدأ فكما يجوز أن يوصف موصوف بصفات متعددة فيجوز أن يتعدى الخبر أكثر من واحد فهنا لا فرق بين أن يكون الخبران في معنى خبر واحد أو لا يكونان كذلك فمثال ذلك الفاكهة حلوة ومرة فحلوة خبر كذلك مرة خبر فكلا الخبرين في معنى خبر واحد كلا الخبرين في معنى خبر واحد أي متغيرة الطعم أو متوسطة بين الحوالة والمرارة أي حلوة ومرارة هذا في معنى خبر واحد أو إذا لم يكن في معنى خبر واحد أن يصح الإخبار بكل واحد منهما مثال ذلك معهدنا علمي أدبي أي يصح كل واحد من الخبر صفة أو إخبارا لمبتدأ بانفراده إذا قلنا معهدنا علمي أو معهدنا أدبي فهنا يجوز أن يتعدد الخبر إذا قلنا معهدنا علمي هنا يصح الخبر وإذا قلنا معهدنا أدبي كذلك يصح الخبر فهنا يجوز أن يتعدد الخبر هذا هو ما بوسعنا أن نتناوله في هذه العجالة ونستعفيكم من جميع التقصيرات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته